تعالوا شوفوا واحدة ست كده لذيذة مصرية لطيفة، وهي بتتصل بقناة الجزيرة وبتقول لهم ايه؟ كل يوم قفا، كل يوم صفعة. هات يا ابراهيم. نشوف في اسكندرية ام نور، اسكندرية بقى الربع جنيه ده هيعمل ايه؟ قولي لي بقى هيعمل ايه عندكم، والرخاء الاقتصادي هيبقى عامل ازاي؟ يا منور. الو، ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا منور. الطعميه في اسكندريه اسمها فلافل صح؟ فلافل. هو ربع جنيه يجيب حاجه يا استاذ احمد؟ ما يجيبش اي حاجه خالص، ولا يجيب لبانه، بس هو يجيب حاجه واحده. انت عارف يجيب ايه؟ ما يجيبش اي حاجه. يعني ما اقفش حتى اشم بيه كده عند بتاع الطعميه اقول له خد ربع جنيه وناخد شمه مثلا ولا ايه؟ هو يجيب شويه بابتين ليكوا في تركيا، هو يجيب شويه بابتين ليكوا في تركيا، هو يجيب شويه بابتين ليكوا في تركيا. والله الشعب ده جميل واستعداد جميله جدا، واتفرج بيكلموا على اسعار الطاقه، اسعار المواد البتروليه. احنا عندنا في لجنه بتجتمع كل 90 يوم، لان احنا حررنا اسعار المواد البتروليه، فالمفروض في اسعار عالميه، احنا الاسعارنا زي اسعار العالم مرتبطين ببعض، فكل 90 يوم بيعملوا على التقييم الاسعار زادت متوسط عام ولا قلت. اللجنه كانت موجوده اول امبارح، في متوسط عام انخفض، نصيب الانخفاض تقريبا 25 قرش في كل لتر، نزلت 25 قرش. الاخوان خدوها، هاتولي قرار خدته الدوله المصريه والجماعه دول الشياطين دول اهل الشر دول قالوا عليه حلو. اي قرار، اتحدى اي بناء جامع شتموه، بناء كنيسه شتمونا، تخفيض اسعار بيتريقوا، زياده اسعار بيتريقوا، مباني جديده بيتريقوا، مفيش حاجه اتحدى. هاتولي حاجه قرار واحد او مشروع واحد الناس دي اتكلمت عليه. فضحوا نفسهم وانتوا فاضحينهم، والشعب بيتعامل معاهم بما يستحقوا.